متابعي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. منتخب الجزائر يتوج رسميا بكأس العرب بعد مباراة صعبة في النهائي ضد منتخب تونس. الجميع كان ينتظر رقصة يوسف بلايلي وبغداد بونجاح في الملعب، إلا أن هذه الرقصة تحققت في الفندق بعد المباراة، ورقصة جمال بالعمري كانت هي الأجمل. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.